الرحيم. نشرح اليوم الدوخة أو الدوار الرأس، دوخة الرأس أو دوار الرأس، أسبابه وأعراضه وعلاجه طبيا وأيضا عشبيا بالأعشاب. نعم، أولا الدوخة تعريفه أو هو أن المخ لديه كمية، يأتي إليه كمية كافية من الدم، لكن عندما يزداد الدم في المخ أو ينقص الدم في المخ تؤدي إلى الدوخة. إذن هذه من ناحية التعريف أو الناحية الطبية. وأما أسباب الدوخة تكون نتيجة الأمراض، أولا منها ارتفاع ضغط الدم، التهاب الأذن، سوء الهضم، وأيضا التخمر الطعام في الأمعاء تؤدي إلى الدوخة. نعم، الإمساك الشديد تؤدي إلى الدوخة، وأيضا أمراض الكلية تؤدي إلى الدوخة. نعم، وأيضا اعتلال أو ضعف في العضلات العين تؤدي إلى الدوخة. أما أعراض الدوخة أو الدوار الرأس، فنقطة سوداء في المسرح البصر، ترى نقطة سوداء. نعم، اضطرابات في الرؤية، اضطرابات في الرؤية، وأيضا ترى الضوء تميض وتختفي، ترى الضوء تميض وتختفي. نعم، أما ما يجب عمله أو علاجه، تضع المريض أو تضع الشخص المصاب بالدوار أو الدوخة على سرير، تكون في غرفة هادئة وهواء طلق، تضعه على السرير وتجعل رأسه أوطأ من جسمه، ثم تخمض عينيه، يخمض عينيه. نعم، وتكون الراحة، تكون الغرفة فيها الهدوء والراحة التامة، ثم تعالج الأسباب الدوخة، إن كانت التهابات الأذن، وإن كانت الضغط أو سوء الهضم. نعم، تعالج هذه الأمور أو الأمراض فينتهي الدوخة. نعم، وإذا كررت هذه الدوخة عدة مرات فراجع الطبيب الإخصائي لمعالجة ذلك السبب. نعم، أما عن طريقة علاجه عن طريق الأعشاب، أولا تحشي البصل، تأتي بالبصل وتحشيه بالكسبرة وتسد رأسه ببذور الفجل، ثم تضعه في الفرن. نعم، تضعه في الفرن لمدة، ثم يأكله المصاب كسندويتش مع الزبدة، نعم، أو جبنة. نعم، أو تشم ريحان فهو مفيد للدوخة، الريحان، شم الريحان مفيد للدوخة. نعم، سحلب 3 مرات في اليوم، سحلب 3 مرات في اليوم مفيد للدوخة. نعم، نأتي بالعجة البيض والثوم وأيضا زيت الزيتون، نخلطها ويأكله الشخص المصاب بالدوار أو دوخة 3 مرات في اليوم لمدة 3 أيام، فهو مفيد لمعالجة دوخة الرأس. نعم،
مستحلب الزعرور الشانك أو نعم مفيد لهذه الحالة. نقيع المشمش، أي تضع المشمش في الماء لمدة وتأكله، أو نقيع التمر، التمر تضع التمر في الماء لمدة معينة نقيع ثم تأكله، فهو مفيد أيضا للدوخة أو دوار الرأس. تستخدم خل أزهار زنبق الوادي مفيد في حالة الدوخة. نعم. أو تستخدم أو تشرب مستحلب زهرة الربيع الكعب الثلج، هذه النبات مفيد جدا للدوخ أو دوارة. اكثر من تناول القرع العسلي مفيد جدا لهذه الحالة. نعم. اكثر من تناول الزعتر بزيت الزيتون مفيد في هذه الحالة. نعم. أو تحمص الكزبرة، تحميص الكزبرة وتشربه كاللبن، فهو مفيد في هذه الحالة لحالة الدوخة الرأس. نعم. وهكذا شرحت لكم بشكل مختصر مفيد دوخة الرأس، تعريفه وأسبابه وأعراضه وعلاجه طبيا وبالأعشاب. وشكرا لكم.